معانا الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، تفضل. نسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بما علمكم ويعلمكم ما ينفعكم يا رب، ويجعل هذا العلم والعمل لكم لحضراتكم ولفريق العمل حجة لكم وحجة عليكم يا رب. شكرا أستاذ أحمد. حضراتكم أحمد عروج من غرب شبرا الخيمة. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. شكرا يا دكتور، الف شكر فضيله الشيخ. اتفضل يا فندم. والدتي في اثناء حياتها كان لي اخ من الاخوه يهديها في مناسبات مختلفه ببعض قطع المصوغات. طيب. ذهب. وبعد وفاتها توفيت الى رحمه الله تعالى ان شاء الله. الله يرحمها. جئنا لنوزع التركه طبقا للشرع، للشرع الله عز وجل وسنه نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فوجئنا به بيخصم المصاغ التي أهداها لأمه عن التركة، فصلها عن التركة لتخص الذهب ده أنا اللي هديته لأمي فده بتاعي. بالضبط يا دكتور. طيب. بالضبط فضيلة الشيخ يا مولانا. الله يكرمك. يبقى في سؤال حضرتك بقى، هل هو مطابق للشرع؟ أجاوب على حضرتك يا أستاذ أحمد. لا. أستاذ أحمد لا. شكرا. يعني شكرا لحضرتك، انا كنت حريص ان حضرتك ما نقفلش غير لما تخلص سؤالك. يبقى اللي عمله اخوك دوت لا يجوز، لان الهبه اذا اعطاها الانسان للموهوب له اللي هي في الحاله دي والدتك اصبح ملكا له ولا يجوز ان هو يعود فيه. طبعا في كلام في مساله عوده الاباء أو الوالدين في الهبة لأولادهم، لكن احنا نتكلم دلوقتي على هبة الابن لأبيه. لا يجوز، خلاص هبة الابن لأمه خلاص ده بقى مالها هو. فأي مال بيبقى عند المتوفى بيصبح تركة. ليه؟ لأن هو وهو عايش المال دوت كان في ملكه، ثم إذا مات زال عنه الملك. المفروض المال ده يرجع لصاحبه اللي هو الله، فربنا وهب الورثة هذا المال بحاجة اسمها الخلافة، فيخلفوا مين؟ يخلفوا وارثة، يخلفوا المورث فيصبحوا ورثة مالكين لهذا المال بالخلافة. فأخو حضرتك لما جه ياخد المال دوت على إن المال دوت بتاعه هو، لا، هو عندما أهداه لأمه أصبح ملكا لها، فلما أصبح ملكا لها لما توفت زالت إيديها، فمن الذي أعطاكم هذا المال؟ الله. فلا يجوز. فالمال اللي هو كل المصاغ وكل الذهب اللي هو إداه لأمه في عيد الأم، في عيد ميلادها، في أي وقت، ده ملك ليها، ولا يجوز إن هو يخصمه من التركة، بل هو تركة لكل الورثة. نعم.